يعني هذا الفيديو المميز بعث لنا اياه السيد عمر العتوم عضو المجلس الاردني الاوروبي من السويد، واحنا حابين نصبح عليك كمان، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك يا ستي. يعني هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، نشكرك بداية على هذا الفيديو اللي قمت فيه، ودائما أي شخص مغترب بحس خلينا نحكي بالوطن وبالمناسبات الوطنية يمكن أكثر منا اللي إحنا بكون موجودين بالبلد، فحابين نسمع هيك منك كلمتين بهذه المناسبة، عيد جلالة الملك عبد الله الثاني، وهاي المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. يا ستي بداية إحنا كمغتربين دائما مقصرين في بحق الوطن، والوطن عايش في قلوبنا مهما اغتربنا عنه مهما ابتعدنا عنه. بحب هاي المناسبة أصبح على الأردن الغالي والحبيب، وأصبح على والدتي الغالية أمي حبيبتي، وباسمي وباسم الجالية الأردنية في السويد والمجلس الأردني الأوروبي، ممثلا بأعضائه المسجلين والممثلين لجالياتهم جميعا، نرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أجمل آيات التهنئة والتبريك بمناسبة ميلاده 57، وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بألف خير. ويا ستي إذا بتسمحي لي من خلال شاشة التلفزيون الأردني الشاشة الرسمية لكل الأردنيين، وبمناسبة عيد ميلاد قائد الوطن الملك المفدى أطال الله في عمره، أن أعلن عن إطلاق موقع المجلس الأردني الأوروبي الرسمي على شبكة الإنترنت، والذي يحتوي على معلومات قيمة عن الجاليات الأردنية في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أوكرانيا وروسيا الاتحادية، والذي يحتوي أيضا معلومات قيمة عن الأردن العظيم من سياحة وتشجيع للاستثمار لجلب مستثمرين من القارة الأوروبية إلى أرض الوطن. نعم، يعني وإحنا دائما بنحكي كل شخص مغترب وكل شخص خارج أرض الوطن، يعني الله يكون بعونكم، مش سهل الغربة، والواحد ما حدا بيتمنى الغربة، ولكن بالنهاية يعني أنتوا دائما وأبدا أولاد هذا الوطن، ودائما الوطن يعني بيفتح إيديه انتظارا بكل شخص مغترب يعود إلى أرض الوطن. فأشكرك كل الشكر على هذا الكلام الجميل، وأشكرك على هذا الفيديو الأجمل، وإحنا دائما نشكركم على تمثيل الأردن بأجمل صورة خارج الوطن. نشكر كل الشكر عمر العتوم عضو المجلس الأردني الأوروبي من السويد في هذا اليوم.